افهموا ترى هذا ما هي مسألة الحسين أو كربلاء أو لا، هذه مسألة التشفي من الإسلام للمجوسية، إعادة دولة الكسروية، القضاء على الإسلام والعرب، حتى العرب ما يبون. كل الطوائف اللي غزت الأمة جاءت على ظهور الرافضة، اعرفوا التاريخ لا تنسون، على ظهور الرافضة ركبوا هم حميد. انتبهوا لهذا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، ترى بعض الناس من الشيعة العرب مغترين بهؤلاء الرافضة المجوس، ما يدرون، وسيرون منهم الإهانة والذلال لو يراجعون أنفسهم وتاريخهم منذ قامت الثورة إلى اليوم، لعرفوا إنهم ما استفادوا منهم إلا الذل والهوان وسفك الدماء وانتهاك الحرمات والتمتع بالنساء، استمتاع بالزنا، الزنا بنساء. ما جاءوا الأمة بخير، هؤلاء شر، كل تاريخهم أسود، كله مليء بالضغينة والحقد، تاريخ أسود مظلم. ما مر بالأمة طائفة انتقمت من الأمة مثل الرافضة المجوس. ترى ما نقول الشيعة، الشيعة فيهم خير وفيهم دون ذلك وفيهم دون ذلك وفيهم طائف شتى، لكن نعني الروافض المجوس، هؤلاء الكسروية، هؤلاء أعداء الملة، أعداء الأمة، أعداء الإسلام الصحيح. انتبهوا، تراكم مسؤولين أمام الله يوم القيامة عن هذا. ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ما يوجد طائفة أكثر ولا أضل ولا أحمق من المجوس. مجوس لبسوا ثوب الإسلام ولا مجوس، حاقدون على الإسلام وعلى العرب الذي نشر الله من الإسلام، والإسلام ما يكون في الدنيا إلا بالعرب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في آخر الزمان، قالت امرأة من الصحابة يا رسول الله وأين العرب؟ قال هم يومئذ قليل وهم الشام. وجاء في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصحابة، إنكم يا معشر إن لم تقوموا بالإسلام فغيركم أولى أن لا يكون. هذا أمر لابد من فهمه، لابد من فهمه. اعرفوا حقيقة المجوسية الكسروية، هؤلاء حاقدون على كل شيء، أي شيء يمت الإسلام بصلة حاقدون عليه، أو أسوأ شيء هم اللي يسوونه، أسوأ تمثيل للإسلام اللي يسوونه. كل فتنة في العالم الإسلامي وفيها انتهاك حرمات وسفك دماء وتشويه للدين وصد العالم عنه، ابحثوا تجدون المجوسية الكسروية وراءه بطريقة أو أخرى، أي فتنة هم وراءه، فهم نواب الشيطان. هؤلاء أعداء الملة، أعداء الأمة، أعداء الإسلام الصحيح. هؤلاء يسعون لأجل أن تهدم الكعبة وأن تعظم قبور الأئمة، ولذلك عندهم الآن ميليشيات كلها يزعمون لخدمة قبور آل البيت، يعني تركيز الشرك الأكبر وخدمة الشرك الأكبر والدفاع عن الشرك الأكبر، يرجع منهم غير هؤلاء. فهم ومن يتعاون معهم ومن يحسن الظن بهم كلهم خائبون خاسرون، وسينتقم الله منهم على رؤوس الأشهاد، لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا. لا تغترون هؤلاء، لا تحسنون الظن فيهم، ترى إحسان الظن فيهم كبيرة من كبائر الذنوب، وسيلة من وسائل النفاق والردة عن الإسلام. اعرفوهم على حقيقته، مجوس مجوس مجوس، يسعون لإشعال نار المجوسية من جديد وتوجيه الناس لعبادتها، ما هو لعبادة الله. انتبه واسمعوا هالكلمة، تراهم سلة نفايات الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة، كل ما في الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة من خير ليس فيها، وكل ما فيها من شر ففيهم ما هو أشر منها أضعافا مضاعفة. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما جاءوا الإسلام بخير، والله ما جاءوا الإسلام إلا بالشر والفتن، والله الذي لا إله غيره إنهم حرب على الإسلام ليل نهار، وأنهم لن يتركوا أحد يقول ربي الله صادقا وهم يقدرون على قتله. من عنده دين أو عقل سيعرف خبث هذه الطائفة، وأنه لم يوجد في التاريخ أخبث منها، وأن النفاق الاعتقادي الكفري المغلظ الذي أهله في درك أسفل النار فيهم هم أكثر من أي طائفة.
اصحوا افيقوا، لا تحسنون الظن، لا تمترون. وبلغوا جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان اعداء المله هم المجوسيه الكسرويه، هم المجوسيه الكسرويه، هم حكام ايران وثوره الخميني. هو الذي جاء بالفتنه والشر، هذه الثوره جاءت بالشر على الاسلام واهله، فرقت المسلمين وسفكت الدماء وهلكت الحرب والنزح. وكما قلت لكم، اي فتنه في العالم الاسلامي منذ اكثر من 30 سنة ابحثوا تجدون الرافضه المجوسيه الكسرويه وراءها. هؤلاء سدنت الشرك الاكبر، هؤلاء دعاه الشرك الاكبر، هؤلاء نواب ابليس في تعبيد الناس لغير الله ومحاربه الموحدين لله. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هم نواب ابليس في الدعوه للشركه، هؤلاء نواب الشيطان، هؤلاء المفسدون في الارض، هؤلاء اساطين المفسدين في الارض، هؤلاء فئه مشؤومه، من تعامل معها اكتوى بنارهم.